عاد فريق اتحاد العاصمة بفوز ثمين من أرض مضيفه اتحاد تجنانت بثلاثية دون رد، رافعا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مع شبيبة الثورة ومولودية الجزائر، بينما تجمد رصيد الدفاع عند النقطة 18 في الصف 13. هذا وقرر رئيس دفاع تجنانت قرعيش إقالة الطاقم الفني بقيادة المدرب عمر بلعطوي. سفيان بعون. وان شاء الله ما احنا مازال الوقت، مازال 12 مقابله في اللعب، راهنا بربي ان شاء الله كاينين لاعبين، وانما نحطوا الانضباط هو الاول. واحد يتقدر يتحكم في المجموعه، يقدر يتحكم، مي امور راهي خرجت على الانضباط، هذه هي. ان شاء الله نوعدوا جمهورنا ان شاء الله في المستقبل القريب راح نندادبوا مدرب. انا مي 3 بوت، انا بوكو داكسيون، دونك اوني تومبي سور اون بال ايكيب دو تاجنيت اوسي كي ريان لاشي كي كري اون سي شانس. Maintenant, on a su faire la différence dans nos moments forts et tant mieux, les joueurs ont répondu présent. On avait à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas tomber dans une spirale négative. En enchaînant une deuxième défaite ou un deuxième résultat négatif, on avait vraiment à cœur de remporter cette victoire aujourd'hui. نشكر اللاعبين اللي قاموا بالواجب تاعهم وكانوا في المستوى في المقابله هذه. ان شاء الله ينساو المقابله هذه ويخموا على المقابله تاعهم جايين. نشكر السارتيك اللي جاوا معنا من الجزائر اللي عاونونا.